اليوم كنعطيو انطلاقه ديال التدبير المفروض لخدمات النظافه بمدينه العيون، بعد ما جدت الجماعه الثقه في الشركه، لانه حنا اللي كنا كنشتغلوا هاد 8 سنين اللي دازت. اليوم بعد ما صادقت وزاره الداخليه على العقد، ندشين الانطلاقه، عقد ديال 7 سنوات اللي القيمه الاجماليه السنويه ديالو هي 3 مليار و400 مليون ديال السنتيم، بلغت فيها الاستثمارات لواحد المبلغ اجمالي فاق 51 مليون ديال الدرهم، يعني اكثر من 5 مليار و100 مليون ديال السنتيم. المناصب الشغل اللي خلقها المشروع ديال هذا التدبير المفوض هي 250 منصب شغل اللي جديد، بالإضافة إلى الكم اللي كاين ديال الآليات اللي كفيلة أنها تجعل مدينة العيون مدينة نظيفة. هو النوع ديال هذه الآليات اللي استخدمت فيها لأول مرة، آليات كهربائية صديقة للبيئة، استخدمت فيها كذلك حاويات جديدة اللي ما كانتش في العيون، وحاويات اللي كذلك كهربائية، كاين اللي منها الصديقة للبيئة اللي ما كتشتغل لا بالضوء لا بالزيت لا هادشي كله كما تتشوفوه، يعني الآليات بالكم والنوع ديالهم الممتاز، كذلك اليد العاملة الوفيرة الكفيلة كذلك بتنظيف هذه المدينة، كيطلب هذا لإنجاح هذا المشروع البيئي مساهمة ديال الجمعيات المجتمع المدني، مساهمة ديال ساكنة العيون، لأنه ما خصناش نبقاو نرميو النفايات في أي بلاصة، ما نخرجوش النفايات في أي وقيته، الناس اللي كيتجولوا ما يرميوش الأوراق ولا النفايات ديالهم الكواغ ديالهم في الشارع العام، كي غتكون سلالات ديال المهملات اللي ضعوا فيها هاد الكواغ، كاينين حاويات اللي غتوزع على المدينة كاملة، يعني بشكل اللي ما يكونش فيه كاع نشوفوا النفايات نهائيا مرمية على الأرض. إلى ما انخرطتش الساكنة والمجتمع المدني في هذه العملية البيئية وما أسميها أنا الورش البيئي، ما يمكنناش ننجحوا النظافة ديال العيون، واخا نستخدموا ما نعرفش شحال ما استخدمنا من الإمكانيات لا المادية ولا البشرية أو اللوجستيكية إلى ما كانتش انخرطت الساكنة فيه. شكرا. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.